أخبار اليوم. أهلا بكم في النشرة الاقتصادية الأسبوعية ببوابة أخبار اليوم، وفيها مليون جنيه حصيلة بيع الكارت الذكي لمترو الأنفاق. أكد المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق وجود إقبال من المواطنين على شراء الكارت الذكي لركوب المترو، والذي يسهل استخدام المترو في أي وقت لكل أفراد الأسرة دون الحاجة للوقوف على شبابيك التذاكر. البترول تؤكد التزامها بسداد مستحقات الشركات الأجنبية. أكد حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول على انتظام القطاع بالوفاء بالتزاماته المالية في تعاملاته التجارية، نافيا ما أثير مؤخرا حول التأخير في سداد المستحقات المالية للشركات العالمية قيمة شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها أو وجود مستحقات متأخرة للشركات الموردة للغاز المسال. زعزوع يدعو شركات السياحة الأسبانية لزيارة معرض كليوباترا. أعرب وزير السياحة هشام زعزوع عن سعادته البالغة بإقامة عرض آيس إيج لايف على أرض مصر، مؤكدا أن قدوم 86 عارضا من 34 دولة حول العالم للمشاركة في العرض يعتبر خير دليل على الثقة في مصر، ومن المقرر إقامة المعرض في الفترة من 3 ل 10 فبراير المقبل باستاد القاهرة. 34 مليار جنيه حجم العجز في الميزان التجاري خلال أكتوبر الماضي. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، والتي بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 34.1 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 38.7 مليار جنيه عن نفس الشهر من العام السابق له، بنسبة انخفاض بلغت 11.8%. صندوق التمويل العقاري يجري تعديلات على مبادرة البنك المركزي. يستعد صندوق التمويل العقاري للتنسيق مع البنك المركزي لإجراء تعديلات على مبادرة البنك بما يسمح لعدد أكبر من الشركات للمساهمة به. صرحت بذلك رئيس الصندوق الدكتورة مي عبد الحميد، متوقعة مزيد من الانتعاش بسوق التمويل العقاري بعد دخول شركة الأولى لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وأشارت إلى أن إجمالي المبالغ التي تم ضخها من البنوك لصالح المبادرة بلغت 1.4 مليار جنيه، ساهم فيها الصندوق بمبلغ 370 مليون جنيه. بعد رفع سقف الإيداع الدولاري ل 250 ألف دولار شهريا، المستثمرون القرار يدعم الصناعة المحلية. رحب الصناع والمستثمرون بقرار البنك المركزي الخاص برفع سقف حد الإيداع الدولاري بالبنوك ل 250 ألف دولار شهريا، واصفين القرار بالصائب وإنه يصب في صالح الاقتصاد والصناعة المحلية وزيادة الناتج المحلي. من جانبه أوضح محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور أن القرار يقضي على مشكلة الاختناق في التحويلات بالإضافة إلى تخفيض الضغط على السوق السوداء للدولار وعدم لجوء المستثمرين والصناع للتحايل على الطرق الرسمية. البورصة تقاوم العالم بكلمة السيسي. شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا طفيفا، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 ليغلق بالقرب من مستوى 6000 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.8 مليار جنيه، والسبب يرجع لواقعة هي الأولى في تاريخ سوق المال، فلأول مرة يهتم رئيس مصري ويذكر اسم البورصة في خطابه، وهو ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي في بادرة بعثت الأمل في أن تتغير نظرة الدولة إلى هذا القطاع الهام في الاقتصاد، حيث أعلن الرئيس عن طرح شركات وبنوك جديدة بالبورصة، وهو ما يدل على تغير كبير في اتجاه الدولة ورؤيتها للاستثمار في هذا القطاع. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الاقتصادية الأسبوعية، وعلى وعد بلقاء في الأسبوع القادم.